أقبلت تجل فخر بنت الأصايل لابسه كب التخرج والمنالي شيخة الغزلان نادرة الخصايل أشرقت يوم التخرج والمعالي أقبلت تجل فخر بنت الأصايل لابسه كب التخرج والمنالي شيخة الغزلان نادرة الخصايل أشرقت يوم التخرج والمعالي ناجحة ومتميزة بين الأوائل ألف مبروك التخرج يا الغزال يا رهف يا بنت راعينا الجمايل افرحي يا أم الدلع وأم الدلالي افخري واتفاخري والراس الطايل بالشهادة عالية والراس عالي قسم فني مختبر تقدير عالي ناجحة ومتخرجة بعزم ودلايل بعد مجهود تفتخر فيك المثايل أم صقر اللي فرحها بقى الخيال كم رفعت راسها بين الأصايل واتباعها بك على كل الغوالي ابن أبوك وارثه طيب الفضايل وادي المفلح وله طيب الفعالي جعل في الجنة وفي أعلى المنازل في الجنان ويرحمه رب الجلال وعمك اللي فعلها النوم سطايل هادي المفلح وشي التخرج والمنالي شيخة الغزلال نادرة الخصايل أشرقت يوم التخرج والمعالي ناجحة ومتميزة بين الأوائل ألف مبروك التخرج يا الغزال يا رهف يا بنت راعينا الجمايل افرحي يوم الدلع وام الدلالي افخري واتفاخري والراس الطايل بالشهادة عالية والراس عالي قسم فني مختبر تقدير تفتخر فيك المثايل أم صقر اللي فرحها